تمام يا شباب، يبقى الالمس اللي موجوده في نفس الجزء ممكن يكونوا اثنين او اربعه في نفس الجزء، فده نقول عليه اسمه جرانيليشن اوف ذا بروبرتيز ان ذا مودرن فيجيتي، تضرب الخواص في الجدول. طيب ايه بقى الخواص اللي هنتكلم عنها والخواص مين بالظبط؟ ريبريزنتيتيف اليمنتس زي مثلا الالمنتس الموجوده في جروب 1A و2A و3A لحد 7A، بيبقى ليها ديفرنت بروبرتيز زي مثلا الاتوميك ريديوس. ايه هو الاتوميك ريديوس ده؟ هو السايز اوف ذا اتوم. الاتوم ليها سايز، السايز بيتحدد بالريديوس الاتوميك ريديوس. تمام، هل بقى الاتوميك ريديوس ده بيحصل له انكريزز ولا ديكريزز؟ ويز انكريزنج ذا اتوميك نمبر. الاتوميك نمبر بيزيد في البيريود، بيزيد في الجروب برضه. فعايز اعرف الاتوميك ريديوس بيزيد كمان ولا بيقل مع انكريزنج اور ديكريزنج ذا اتوميك نمبر. وتاني بروبرتي اللي هي الايونيزيشن بوتنشال، عشان الاتوم تتحول الى ايون فهي بتعمل لوزنج 1 الكترون، فالالكترون ده بيخرج بره الاتوم باي انرجي معينه، الانرجي دي بنسميها بوتنشال انرجي، جهد يعني، الجهد ده جهد للتأين، بيحصل ايونيزيشن يعني changing أو losing of one or two or three electrons from there. ثالث حاجة اللي هي الإلكترون affinity، اللي هي الميل الإلكتروني. ورابع حاجة كانت الإلكترونيجاتيفيتي. وبعد الإلكترونيجاتيفيتي خدنا الميتاليك والنون ميتاليك، وبعد كده خدنا الاسيديتي او البيزك والاسيديك اوكسايدز او الاسيديك اند بيزك بروبرتي والاكسديشن نمبر. اخر حاجه برضه خدناها كانت الاكسديشن نمبر. دول 7 حاجات خدناهم في الترتيب. نبدا كده نراجع اول واحده فيهم اللي هي كانت الاتوميك ريديوس. يعني ايه اصلا الاتوميك ريديوس؟ اللي هو الديستانس، لو انا قلت مثلا ان الاتوم فيها نيوكليوس والنيوكليوس موجود حواليها الكترونز بتدور حواليها، فتبقى الديستانس ما بين ذا لاست الكترون اخر الكترون وما بين السنتر اوف ذا نيوكليوس دي كده بنسميها اتوميك ريديوس. تمام، يبقى دايما الاتوميك ريديوس ده هو عباره عن الديستانس ما بين اخر الكترون وما بين السنتر اوف ذا اتوم، وطبعا المسافه دي صغيره جدا يا شباب، وقلنا انها مش بتتقاس اكيد بالسنتيمتر ولا بالمتر ولا بالمليمتر ولا حتى بالمايكروميتر، ولكن بتتقاس بالانجستروم، ممكن اقل كمان من الانجستروم اللي هو البيكو، اللي طبعا بيساوي هنا 10 باور نيجاتيف 10 الانجستروم، لكن البيكو 10 باور نيجاتيف 12، ده جزء من الايه، من المتر. طيب ده بالنسبه للاتوميك ريديوس اوف ذا اتوم. طيب لو كان عندي بقى مولكيول زي الاكسجين، مولكيول ذات كونسيست اوف تو ايه؟ كونسيست اوف تو اتومز، والتو اتومز الاثنين سيميلر تو ايتش اذر وفي بوند ما بينهم، والبوند دي كوفيلنت بوند ما بين السنتر اوف ذا فيرست اتوم والسنتر بتاع السكند اتوم، وانت عايز تحسب الاتوميك ريديوس بتاع الاتوم دي اللي موجوده في مولكيول، عمرها ما هتكون نفس الريديوس بتاع الاتوم وهي فيه، هتغير، بس عشان تعرفوا في المولكيول بتعمل ايه؟ بتحسب اللينث اوف ذا بوند، طول البوند نفسها طولها قد ايه؟ اللي هو الديستانس بين سي 1 وسي 2، تقيس المسافه ما بينهم وبعدين تعمل ديفايد 2، يبقى الديستانس بتاعك من 1 ل 2 وتقسمها على الاثنين، يبقى انت كده قدرت تحسب الريديوس. تمام، يبقى المسافه دي اللي هي اللينث اوف ذا بوند بتساوي دبل الريديوس، اكيد لان انت هتعمل ديفايد 2 دبل الريديوس. تمام يا شباب، يبقى لو انا عايز احسب الاتوميك ريديوس ده اقول مين ديفايد مين؟ البوند لينث اللي هو طول الايه؟ طول الرابطه ده بيبقى عباره عن دبل الريديوس، وبعدين اعمله ديفايد 2 يطلع لي على طول ايه؟ الار اللي هي. تمام؟
تمام. طيب الريدياس ده للاتوم اللي هي موجوده في 3 سي، دي اتوم 3 سي، ودي اتوم موجوده في مولكيول، المولكيول بيتكون من تو سيميلر. طيب في بقى عندي ايونيك ريدياس، يبقى ده اتوميك ريدياس وده ايونيك ريدياس. يعني ايه بقى الايونيك ريدياس؟ يعني الريدياس بس الايون مش الاتوم. طب ما هو الايون ده ممكن يبقى بوزيتيف ايون وممكن يبقى نيجاتيف ايون، يعني ممكن يبقى كاتاين زي الصوديوم مثلا، ممكن يبقى اناين زي الكلورين مثلا. يعني ده عمل جيننج فور 1 الكترون، سوري لوز، ده عمل لوز 1 الكترون، لكن ده عمل جين 1 الكترون. طبعا اللي البوند لينس اكيد هتبقى مختلفه، وفي نفس الوقت كمان السايز اوف ذا ايون مختلف عن السايز اوف ذا اتوم. اتوميك ريديوس هيختلف، يبقى السايز هيختلف. طيب الايونيك بوند لينس دي ما بين بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون، يعني مثلا بين الصوديوم وبين الكلور هيبقى دي بوند. لو في بوند بتربط بينهم هما الاثنين بنحددها ازاي؟ نفترض مثلا ان ذره الصوديوم هي الاكبر شويه من ذره الايه، وهنا ده سنتر وهنا ده ايه. شفت بقى اللينث ده ما بين التو بونز والتو اتومز، ادي سي 1 وده سي 2. هتقيس الريدس ده لوحده وتقيس الريدس ده لوحده، يبقى ده ار 1 وده ار 2، يبقى البوند لينث طول الرابطه هو مين بقى؟ مجموع ار 1 زائد ار 2، الريدس بتاع الاتوم الاولانيه اللي هي مثلا الصوديوم، والريديوس الثاني بتاع الكلور. حسبت الريديوس ده وحسبت الريديوس ده، تقدر تحسب اللينس اوف ذا ايه؟ اللينس اوف ذا يونيك بوند. طيب عامة بقى إذا كان البوزيتيف أيون ده هيتكون فمعناها إيه؟ معناها إن مثلا ده الصوديوم ده عنده 2 8 1، كده هو عمل لوز ل1 إلكترون. فبالتالي عمل لوز ل1 إنرجي ليفل بالكامل. فبقى شكل السايز بتاع أو السايز بتاع الأتوم بقى أصغر شوية. أشغل ال2 وال8 بس. هاش ليفل تالت. يبقى السايز عامة سايز او الاتوميك سايز بيحصل له ديكريزنج ويز لوزنج اوف الكترونز. يعني لما نيجي نفقد الالكترونات فقد الالكترونز ده بيصغر السايز. ليه؟ لان انت لما تعمل لوزنج ال1 الكترون انت بتفقد الالكترون بالليفل بتاعه. يبقى هنا 2 وهنا 8 بس، لكن هنا هيبقى 2 و8 و1. كده شلت خالص 1 ليفل من الموضوع. تمام يا ولاد؟ يبقى انا لو جيت بقى دلوقتي وقلت لك ان انا عندي صوديوم ايون او صوديوم اتوم، وعندي صوديوم ايون ذات كاري 1 بوزيتيف تشارج، وعندي صوديوم انيك ايون كاري 2 بوزيتيف تشارج، ضغطت عليه وفقد 2 ليفل، مين فيهم اللي هيكون عنده سايز اكبر ومين عنده سايز اقل؟ مين اعلى واحد في السايز؟ يبقى البوزيتيف ايون دايما كل ما يفقد الكترونز اكتر كل ما السايز يقل. هي اللي أكبر في الصيد. يبقى الصوديوم هي اكبر واحده، صوديوم اتوم، وبعد كده لما تعمل لوزنج ال1 الكترون السايز يقل شويه، يبقى دي بعدها. واقل واحده في السايز طبعا هي الصوديوم اي ايون ذات كاري تو بوزيتيف تشارج، فبقى شكلها عامل ايه، اصغر شويه ودي اكبر شويه ودي اكبر خالص، يبقى ده الترتيب. تمام يا ولاد؟ بالنسبه للايه؟ للصوديوم. طيب كنا قلنا ايه تاني؟ عندي الكترونز هتكون ايون طبعا، في الكترونز موجوده في الاوتر، وعندي في الاتوم في نيوكليس، والنيوكليس دايما بيكون بوزيتيف، والالكترونز الموجوده في الاوتر موست انرجي ليفل هي اللي بتتاثر بالاتراكشن فورس بتاعت مين؟ بتاعت النيوكليس، هنا نيجاتيف وده بوزيتيف. طيب لو كان بقى عندي انرجي ليفل، نمبر اوف انرجي ليفلز، والانرجي ليفلز دي كومبليتلي فيلد ويز الكترونز، فاكيد هتعمل ايه؟ هتقلل
الاتراكشن فورسز اللي ما بين الالكترونز وما بين البوزيتيف، كانها بتعمل بلوك بين الالكترونز وبين البوزيتيف تشارج نيوترونز. طيب ده يعمل ايه لما يكون عندي نمبر اوف انرجي ليفلز اكتر وكومبليتلي فيلد الكترونز، ويكون عدد الالكترونز اكتر موجوده بين الالكترون في الاوتر انرجي ليفل وبين النيوكليس؟ ده يعمل ديكريزنج للافكتيف تشارج. الافكتيف تشارج دي اللي هي الشحنه الفعاله دي بنسميها زد افكت. الزد افكت ده دايما هتكون اقل من الزد او ذا نيوكليس نفسها اللي هي الافكتيف شارج زد، او الزد بس اللي هي التشارج بس بتاعت النيوكليس، لكن الافكتيف تشارج اللي هي زد افكت. طيب مين يا ترى بقى دايما هيكون اعلى؟ طبعا الزد اوف ذا نيوكليس هتكون اعلى، التشارج بتاعت النيوكليس اعلى دايما من الزد افكت. ليه بقى زد افكت اقل؟ due to the presence of a of a large number of electrons in a completely filled energy levels، في مستويات كاملة مليانة بالإلكترونز موجودة بين البوزيتيف نيوكليس وما بين الإلكترونز الموجودة في الأوتر موست شيل. ماشي يا ولاد؟ طب الجراديويشن بقى، أو قبل الجراديويشن هناخد الأنايونز. لو عندي أنايونز والأنايونز دي عملت طبعا جيننج للإلكترونز تو ذا أوتر موست انرجي ليفل، يعني مثلا زي الكلورين اتوم عندها 2 8 7 فعملت ايه؟ جيننج 1 الكترون، فزاد النمبر اوف الكترونز الموجوده في الاوتر شيل. كده لما تزود الالكترونز كده بتعمل ايه في الزد افكت؟ هتقل طبعا لانك زودت الكترونز. طيب عندي الكلورين اتوم نفسها مختلفة عن الكلورين ذات لوزز سوري جين جين 1 الكترون، والكلورين مثلا لو كانت جينز 2 الكترونز هتبقى اكيد اقل اكتر. طب يبقى دلوقتي السايز بقى يعمل يحصل له ايه؟ الاتوميك ريديوس هيكون العكس، هنا انكريز. الاتوميك ريديوس هيحصل له انكريز، تمام، هيبقى ده اعلى من ده، واقل واحد في السايز هو الكلورين اتسلف اعلى بكثير من السايز بتاع الكلورين اين ذات كاري اتوم نيجاتيف، تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف الجراديويشن زي ما اتفقنا. لما شفت مثلا الجراديويشن في ال 1 بيريود فروم ليفت تو ايه تو رايت، بنبدا يحصل ديكريزنج للاتوميك ريديوس، ولقينا من اب تو داون بيحصل انكريزنج ريديوس. طب ليه؟ طبعا كل ما بنتحرك من الشمال لليمين بيحصل انكريزنج للنمبر اوف الكترونز الموجوده في الاوتر موست انرجي ليفل باي 1، يعني كل مره هو نفس النمبر اوف انرجي ليفلز بس الالكترونز اللي موجوده في الاوتر موست انرجي ليفل بتزيد بمقدار واحد، فده بيعمل انكريزنج للاتراكشن فورسز اللي ما بين الالكترونز وما بين البوزيتيف تشارج نيوكليس. طيب لما يحصل اتراكشن اكتر ده يعمل ايه؟ يقلل السايز، يقلل يعمل ديكريزنج للاتوميك ريديوس، يبقى دايما بيحصل ديكريز في الاتوميك ايه سايز، ديكريزنج في الاتوميك سايز لحد ما توصل مثلا هنا في الفيديو نمبر 2 لحد الفلورين، فتاني الفلورين السايز بتاعه صغير جدا مقارنه بالليثيوم هو موجود في بدايه بيريد، هو بيبقى سايز اكبر وبعدين يحصل ديكريز 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 لحد ما يوصل للسمول سايز. ده اللي يصير هنا بقى في الجروب، بيحصل العكس، بيحصل increasing in the size due to increasing the number of energy levels. انت طلعت من بيريود رحت البيريود الثانيه فزودت عندك بلوك جديد ليفل جديد، والليفل بيحتوي على number of electrons كامل لحد ما يزود السايز خلي السايز يحصل له تمام، فتلاقي اكتر واحد بقى عنده سايز هو السيزيوم اللي هو الاليمنت الموجود في نهايه بيريود الجروب نمبر 1. يبقى لما اجي اسال دلوقتي اقول الالمنتس اللي هي ذات هاز ذا لارجست سايز، الالمنتس اللي عندها اكبر سايز اكبر اتوميك ريديوس موجوده فين الالمنتس دي؟ جروب 1 ايه؟ تمام جدا، في جروب 1 ايه. مين بقى في جروب 1 ايه ذات هاز ذا لارجست سايز؟ مين الالمنتس اللي موجوده في جروب 1 ايه عندها اكبر السايز؟ السيزيوم. تمام جدا، السيزيوم. السيزيوم
is the element that has the biggest atomic size في المودرن بيريودك تيبل كله، واصغر واحد طبعا عنده اتوميك سايز في الفيلمنتس ما عدا الانرت جازز هو مين؟ هو الهيدروجين. تمام يا شباب؟ تمام. طيب خدنا بعد كده بروبرتي تانية اسمها الايه؟ الايونيزيشن بوتنشال انرجي. ionization energy, ionization potential energy, ايا كان. طيب الـ ionization potential دي او الـ ionization energy هي عباره عن ايه؟ دي بتبقى للجازز بس، الـ elements اللي موجوده في الجازز ستيت. نقدر نحسب لها الـ ionization potential او الـ ionization energy. اول ما الـ electrons تعمل gaining الـ amount of energy، والاماونت اوف انرجي دي ذات ريكوايرد بتكون سيباريت دايركت فروم ذا نيوكليس، بتتحول بقى الى بوزيتيف اين بعد ما يعمل لوزنج للالكترون. هيبقى مثلا زي الصوديوم اللي اكتسب طاقه معينه انرجي معينه عشان يقدر يعمل لوزنج لون الكترون ويتحول الى بوزيتيف بتشارج، وده صوديوم وتحول الى بوزيتيف تشارجد اين ذات كاري 1 بوزيتيف اي بلس طبعا 1 الكترون حصل له لوزنج في نص طاقه كده. ده بنسميه ذا فيرست ايونيزيشن انرجي، اقل طاقه، ذا مينيمم انرجي ذات ريكوارد تو لوز 1 الكترون فروم ذا اوتر موست انرجي ليفل. طيب ضغطت اكتر على الصوديوم ده واديته طاقه زياده، خليت الصوديوم ده يفقد كمان ايه؟ فبقى صوديوم اين ذات كاري 2 بوزيتيف تشارج، او صوديوم اين ذات كاري 3 بوزيتيف 1 بوزيتيف 3 وهكذا. طيب مين بقى اللي عنده ايونيزيشن انرجي اكتر؟ هو البوزيتيف 3 ده اقل ثم اكثر ثم تمام. تمام. طيب اكيد لو عندك صوديوم مثلا زي ده عنده 11 الكترونز، وهنا 2 وهنا 8 وهنا 1، ال 1 الكترون ده سهل يفقد، هو محتاج دلتا اتش عندك يا دوب بوزيتيف مثلا 1 سوري كاكزامبل يعني. طيب لو عايز بقى تاخد الكترون من الثمانيه دول، الثمانيه دول مستقرين جدا، واي من اي الكترون فيه عشان يخرج محتاج سطح اعلى بكتير، فانت محتاج دلتا اتش ثانيه اللي هيديك صوديوم ايون بوزيتيف 1. صوديوم ايون بقى بوزيتيف 1 ده هيبقى 2 8 بس، عشان تشيل الكترون من الثمانيه دول محتاج دلتا اتش توصل مثلا لبوزيتيف 4 3. طب عايز تشيل كمان واحد بقى من الثمانيه من اللي جنب الثمانيه برضه هتبقى رحت بقى دلتا اتش 3 اللي هي هتبقى مثلا بوزيتيف 7 3 جول طبعا. يبقى كل ما بتزود الايونيزيشن انرجي وتشيل الكترونز اكتر قريبه من النيوكليس اكتر، فبتحتاج طاقه اكتر عشان تقدر تتغلب على الاتراكشن فورسز اللي ما بين الكترونز وبين النيوكليس. تمام؟ تمام. طيب حد يقول لي بقى مين هي الاليمنتس اللي عندها largest ionization energy؟ اكتر ذره عندها ionization energy او ionization potential بيكون صعب جدا تفقد الكترون عاليه جدا عشان تقدر تعمل لوز دون الكترون، مين؟ مين اللي ما بتعملش رياكشنز خالص ولو عملت فيها ايه لازم يتعب فلورين جدا ليه؟ فلورين النوبل جازس يا جماعه، النوبل جازس الفيرست ايونيزيشن انرجي بتاعتها عاليه جدا فيري هاي، عشان كده مش بنقول ان النوبل جازس دونت شير هي كيميكال ريأكشن، هي شير ولكن تحت ظروف صعبه جدا محتاج انرجي عاليه جدا عشان تجبرها انها تعمل لوز 1 الكترون او جين او لا تعمل جين طبعا، بتعمل لوز 1 الكترون من الاوتر موست انرجي ليفل، ده معنى الايونيزيشن انرجي. تمام؟ تمام. طيب كنا قلنا برضو لو عندي بوتاسيوم 19
وكالسيوم 20. مين يا ترى الايونيزيشن انرجي بتاعته يا ترى تكون اعلى؟ البوتاسيوم عنده 2 الكترونز في الاوتر مول، والبوتاسيوم عنده واحد. ها الكالسيوم ايونيزيشن اكبر ولا اقل؟ ايونيزيشن أكبر. البوتاسيوم اكبر. لا الكالسيوم تمام، يبقى المفروض ان البوتاسيوم الفيرست ايونيزيشن بتاعته هيكون اقل من الكالسيوم، صح؟ والكالسيوم هيكون اعلى من البوتاسيوم، ليه بقى؟ علشان الكالسيوم الانرجي ليفل ديت كومبليتلي فيلت، فيعني يحتاج يعني ضغط يعني كتير عشان انرجي اكتر. تمام، برافو عليك، ده الطبيعي. طيب ده الفيرست ايونيزيشن عشان البوتاسيوم بوزيتيف 1 والكالسيوم هيبقى بوزيتيف 1. طيب ده بقى عنده كام بعد ما شلنا ال 1 و 2؟ 8 8، وده عنده 1 2 8 8 1. دي الفيرست ايونيزيشن انرجي. السكند بقى ايونيزيشن انرجي بتاعت مين اللي هتكون اكبر؟ احنا متفقين بان الفيرست زي ما انت قلت يا رودينا، الفيرست هتكون طبعا بتاعت البوتاسيوم هتبقى البوتاسيوم، اقل من الكالسيوم، والكالسيوم اعلى. هنا بقى في البوتاسيوم السكند هو اللي هتبقى هيكون. البوتاسيوم. ايوه برافو عليك، ليه بقى؟ لان السكند يا مستر هنا بيبقى محتاج ياخد الكترون من كومبليتلي فيلد ليفل، لكن هنا هياخد 1 الكترون فروم 1 ليفل ذات كونتينز 1 الكترون بس، ابعد كمان من النيوكليوس، محتاج طاقه اقل مع الكالسيوم عشان يقدر يعمل سيبريشن 1 الكترون. لكن هنا نقول 8 الكترون كلهم ماسكين وعاملين كومباينيشن مع او اتراكشن مع نيوكليس اوف ذا بوتاسيوم. تمام؟ تمام. تمام يا شباب، كده فاضل لنا بقى بقيه البروبرتيز نقولها المره الجايه بقى، ان هي راجعها كلها مره واحده، يبقى تخش كده قبل الامتحان ان شاء الله. تمام؟ تمام. البوينتس الرئيسيه ان شاء الله النهارده هبعت لكم شيت صغير كده على يونت 2 برضه، في شويه اسئله لحد ما احنا خدنا نحلهم. ماشي يا شباب، ما فيش مشكلة مستر. كلهم متشوز. تمام. اوكي، حد عنده اي سؤال، اي استفسار، اي مشكله؟